تعتبر الكنيسة المعلقة أحد أجمل وأهم آثار مصر القبطية، تم افتتاحها أول أمس بعد عملية ترميم استغرقت 16 عاما، شملت الجانبين المعماري والإنشائي لها بتكلفة تجاوزت 100 مليون جنيه. التقرير التالي يلقي الضوء على الكنيسة المعلقة وتاريخها. رسالة الوفاء للأجداد ورسالة الوعي للحضور ولكل المصريين ورسالة السلام من مصر لكل العالم. إنما هذا اليوم هو يوم فرح ويوم تاريخي ويوم خالد، ونحن نفرح برعاية الدولة ممثلة في كل مسؤوليها وعلى رأسنا جميعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كتب على بابها: سلوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. هي درة كنائس العالم وإحدى أجمل كنائس الشرق الأوسط، واسمها الفعلي هو الكنيسة الأرثوذكسية للقديسة مريم العذراء والقديسة ديميانا، واشتهرت بالمعلقة لإقامتها على المدخل الجنوبي فوق برجين من أبراج حصن بابليون. لها قيمة تاريخية، قيمة حضارية، قيمة معمارية، قيمة فنية، كل هذا بيجعل من الكنيسة من أهم الآثار المصرية، بالإضافة إلى الموقع في منطقة مجمع الأديان بيضيف لها إضافة أخرى كمان. فكل ده كان سبب مهم إن احنا نحافظ على هذا الأثر وياخد هذه العناية وتضافر الجهود حتى يخرج بالصورة التي تليق به وتليق بمصر. تحفة معمارية وفنية مزينة بالأبانوس والعاج تحمل نحو 100 أيقونة هي الأهم في تاريخ الفن القبطي، وهي أيضا قيمة روحية عظيمة كونها أول كنيسة استخدمت كمقر للكرسي البابوي في القاهرة بعد نقله من الإسكندرية مقر ماري مرقس رسول المسيح. إحنا فخورين ببلدنا، إحنا مش مسلمين ومسيحيين، إحنا مصريين، إحنا حاجة واحدة، مش حاجتين في حاجة واحدة. الإيدين اللي اتمدت للترميم دي إيدين ما ميزتش هي مسلمة ولا مسيحية، اللي عمر مميز كتير تعبوا، وبنقول للعالم كله إحنا مصر قوية وقوية بولادها. وأنهت عمل مش عايز أقول شبه إعجازي، لأن المياه الجوفية الموضوع كان فعلا صعب، لأن أرضيتها أسست من الخشب الذي تستطيع أن ترى من فراغاته آثار الحصن القديم. سميت أيضا بسفينة نوح، واعتبرها الأقباط ملاذا للاجئين إلى الرب. قيمة أثرية تاريخية روحية تبعث برسالة سلام للعالم كله، الفني والأثري والمهندس الذي شارك في ترميم وأحياء هذا العمل لم يسأل عن ديانته إن كان مسيحيا أو مسلما، ولكنه بالتأكيد مصري. اللي عايز يفهم مصر يجي يزور مجمع الأديان. عمرو بن العاص جنب الكنيسة المعلقة، جنب ماري جرجس، جنب معبد عزر اليهودي، جنب كنيسة أبو سرج. هي دي المنطقة، عشنا في سلام وهنعيش في سلام، ومحدش هيقدر أبدا يعمل فرقة، مش هينفع. على أحد جدران حصن بابليون وبالقرب من البوابة التي دخل منها مصر، كتب عمرو بن العاص وصية يحفظ بمقتضاها حياة كريمة لأقباط مصر قائمة على العدل والحق والسلام. أحمد عبد الرازق، تلفزيون النهار. الآن نتحول لمعرفة أخبار